لو انا وصلت 100000 سبسكرايب اخر السنه هاخد العربيه دي. رجل يا اسطى البوليس ايه؟ افتح افتح. لو انتوا فاكرين انا قلت لكم فيديو قبل كده ان انا في حاجه بغيرها في العربيه بتخلي عربيتي صوتها وحش. ايه رايكم باللي هناك دي؟ هو ده اللي غيرناه، هنفكه دلوقتي. ايه يا جدعان؟ في هجوم، في هجوم لايتس هنا علينا. جاهزين جاهزين يلا. العربية تمام؟ تمام؟ سليمة سليمة؟ الدنيا اللي باظت بس. انت جامد. لا والله عايز من بره. والله الستوري اللي بعتها لي اياهم. انت جامد، انت جامد. رجل يا اسطى البوليس ايه؟ افتح افتح. اوعى يا ابني احنا اللي عملنا لكم الضباب. شامي ريحه الكاوتش دي، ريحه الانتصار، فاهم انت؟ ريحه الانتصار ده تعبي ومجهودي. اي صوت كان بره هيبقى كله هش، بس انا عايز اطلع الفيس دي اللي عجباني. الله على ريحه الكاوتش. الله خلاص بقى، انت اتبسطت بيه دلوقتي؟ بص الضحكه رفعتها تاني للاسف. حرام يا جدعان، الحاجات دي مش هقدر اعملها كيمو تاني بعد كده عشان اغير الكاوتشات خلاص. عشان الصوت ده 2000 يورو، انتوا متخيلين؟ يعني حوالي 40000 جنيه عشان شويه صوت. احنا في مصر اللاده بتعمل صوت اكتر من كده. بص 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 اللي بيحصل. ادي يا كيمو سامعين؟ ايه رايكم باللي هناك دي؟ ماي بيبي. ادي ادي عاش. الحمد لله على السلامة يا شباب، يا رب تكون الرحلة بس هعمل لك ليها برضه منشن. انا خدت بالي لسه عريضة يعني. اتحكت شوية، هي اصل هي كوتشات شتا بس عريضة. طب يا جماعة عشان ما مسكتش الكاميرا بتاعتي النهاردة نهائي، الأستاذ مهاب كان قايم بالواجب. ايه ده وحشه ليه؟ لو انتوا فاكرين انا قلت لكم فيديو قبل كده ان انا في حاجه بغيرها في العربيه بتخلي عربيتي صوتها وحش. هو ده اللي غيرناه، هنفكه دلوقتي. ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ في هجوم، في هجوم لايتس هنا علينا. شغل بقى يا ابني انت الشكمان بتاعك، اديني. يلا يلا يلا. مهاب بس معلش، فرحان إيه؟ فرحان بالشكمان بتاعه. ديت ال 5000 سي سي العربيه دي بتيجي بشكمان لوحده اصلا، في الكلابه اللي هو بيتقفل ويفتح. جاهز؟ جاهز. ادي يابا. حلو كده. ايه رايك؟ بص بقى، لو انا وصلت 100000 سبسكرايب اخر السنه هاخد العربيه دي. والله العظيم؟ اه والله. ايه رايك؟ صاحب عامل كده؟ انا هعرف. طب ما تديله رقم، انا وصلت 100000. ما تديله والله اديك اربعه بقى. فلو عملتها هاخد العربيه دي. طب يا جماعه بص، اكونت مهاب هتلاقوه تحت، نوصل الراجل ده 100000 عشان لو معانا العربيه دي هنسوقها طول الوقت يعني. واي حد منكم هيجي المانيا هياخد لفه. طب والعبد الله اللي وصل 100000 وريه؟ لا يا كيمو براحتك، معاك زي ما انت عايز. طب انا اخد الرينج روفر، انا وصل 400. انت على 500 بالظبط، انت هديها لك بقى. فاضل 20. يا رب اجيب عربيه تبقى بتاعتك. الله يخليكم. شامل؟ الريحه طيبه. بكره انا وكوكو رايحين عند باباها حمايه، وبعد كده عند حماتي لاسباب هتعرفوها بكره. بس السبب الاول ليه رايحين عند حمايه؟ لان انا رايح بكره اغير الكاوتشات اللي ورا، في كاوتش منهم متقطع من الجنب فخطر امشي بيه، وفي نفس الوقت هنعمل زي توف اللي هو فحص للكاوتشات بتاعت الصيف اللي هي ملهاش ورق، لو طلعت سليمه هيعملوا لي ليها ورق. فاللي انا بعمله دلوقتي بفضي الشنط، هاخد الجنوط بتاعت الصيف، هروح اغسلها، وبعد كده اركبها على العربيه. يبقى اليوم كده خلص بتاع النهارده، ومهاب كده دلوقتي وهيساعدني وهناكل مع بعض. للاسف انا واحد من الناس اللي شنطه العربيه بتاعتهم للاسف بتبقى زباله مزبله. طبعا انا نظفتها يعني، هي كده نظيفه، وفي بقى شويه السكيت بورد والحاجات دي كلها هتطلع فوق علشان
هاخد جنوط البنزين، انا تعبان اصلا من قبل ما ابدا. Lernen? Macht Spaß? Sehr? Du siehst müde aus, Bubi. Koko an der Haare, Fekram Tahen. Wann hast du Prüfung? Bald. Wann? Ich möchte mir keinen Druck machen. Okay. Da Achrischar an dem Tahen. Okay, ich hab keine gesagt, ja? Harry? Na? Du? Mich. صراحة أنا الشغل اللي هعمله دوت مع الجنوط وتركيبها وتغييرها شغل صعب، يعني بياخد وقت طويل، لأن بفك أربع جنوط لوحدي تقريبا أربع ساعات لو عمله لوحدي أو ست ساعات. مهاب بقى ربنا يخليه راح يوصل للناس اللي معاه، هيجيب أكل وهيجي ويساعدني، ف يعني أكتر من كده مفيش. اوكي لازم اغير حاليا بالقطع اللي انا حطيتها دي عشان تعمل صوت العربيه جامد، لان ممنوع امشي بيها فلازم تتشال، بس الموتور سخن عمال اتلسع. خلصت تركيب البتاع، هجرب اشغل ويا رب يكون الصوت راح، اللي هو الصوت الوحش ده. تمام، نبدا بتحميل الجنوط. مشاهد ظهري وجعني، ظهري وجعني. دي الجنوط بتاعتنا، دي ودي الجنوط بتاعت ميشو. ميشو لو بتتفرج على الفيديو دوت، الكاوتشات بتاعتك كلها مفسيه مفيهاش هوا خالص. الكاوتشات بتاعتي مازال فيها هوا. الجنوط علشان بقى لها تقريبا صيف شتاء صيف داخلين سنتين تقريبا ما استخدمتهمش، سنتين كتير قوي، مليانين عناكب كتير قوي، وبيوت عناكب وخيوط عناكب وكله عناكب. ثلاث جنوط ركبوا في العربيه في الشنطه من ورا، طبعا يعني قلبت الكراسي اللي ورا، ثلاثه اتركنوا واحده هاخدها جنبي كده. بصراحه احسن لي بكتير، لان انا المفروض كنت هاخد اتنين اتنين، يعني اروح اغسلهم وانضفهم بالسفنجه والصابون وكل حاجه وارجع اخد اتنين كمان اروح اغسلهم وانضفهم وارجع بعد كده اركب الاربعه، فالموضوع كان هياخد كتير. دلوقتي هي رايحه واحده بس، مهم معرفش هو فين. حطيت الكاميرا عشان اصور مشهد وانا طالع بالعربيه، ولا دوست ريكورد ولا صورت، ومشيت بالعربيه لحد البنزينه وافتكرت ان انا سايب الكاميرا على الارض في الكروش. الحمد لله ما حدش دخل خدها ولا اي بتاع. فين مهاب؟ زمان وصل اهو. ايه يا عم؟ ايه؟ بس البنزين هتقفل كمان نص ساعه، فنطلع البنزين الاول؟ اوكي، ودلوقتي نطلع نغسل الجنوط. خلصنا. مهاب اشكرك بجد على المساعده الجامده، عشان انت راجل برنس. الجنوط كلها دخلت، فاضل جنط واحد وراح فين؟ ايوه هنحطه، وبعد كده نطلع هنشيل كل الجنوط اللي في العربيه دي ونركب الجنوط السوداء. مش عارف ولا مشغل شعبي زي فينش ولا. طب بما ان ولا فوكس، ايوه بما ان الميكروفون بدا هيفصل وانا معيش شحن الميكروفون، فهناكل عشان الراجل ده عازمنا على الاكل النهارده. لا انا هدفع طبعا ثمن الاكل بتاعي. الكلام ده لا، في الكلام ده. هتاكل ايه صدقني؟ انا هاخد من كل حاجه بجنيه. وهنفتح الكاميرا واحنا بنركب الجنوط، عشان كده مفيش كارت موبايل، مفيش بطاريه، مفيش ميكروفون. خلصنا الساعه 2 بعد يوم طويل، الحمد لله خلصت، بس في حاجات مش مظبوطه بس هنعملها بكره الصبح. معلش تراوه، بديها شويه تراوه. ترش الدم حلو. انت ما شفتوش الدنيا عامله هنا ازاي من شويه. دن 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 صراحة دن. للاسف في عجله راكبه ناقصها مسمار، فلازم الصبح اروح اجيب المسمار ده. راح فين المسمار؟ ولا انا اعرف ولا مهاب يعرف. انا يا جماعه عزبت الراجل ده معايا. الساعه دلوقتي 2:59. فوكس يا ابني. مهاب معلش يا ريس. انا باشا ولا يهمك حبيبي، انا فحتك معايا. يا عم ولا يهمك والله ابدا. اسيبك بقى النهارده
تنول شرف قفل الفلوج. الفلوج ده انتهى وهنكمل بكره. انا هشوفكم بكره مو هبقى في الفلوج. شو تعمل لايك سبسكرايب وشير. استنى يا ابني استنى. اه كده شو تعمل لايك وشير سبسكرايب وكومنت ليك وليا تاني ليا وليا وان شاء الله في فيديو هيبقى حلو اخر الشهر ده. في فيديو اخر الشهر هعمله مهاب بس احنا هنعمله هنكتم كتمت انا الحته اللي هو بيقولها دي هعمل تيت عشان ده سر هنعمله انه هو بس مش حدش هيعرف. ماشي اشوفكم بكره سلام.